يا زعف تعزية الله يخزيك هلو جايز، في لعبة انت كنت كتير تحبوها، هي لعبة الرسم. اليوم رح نلعبها. هاي جايز. هاي. هلا والا يو. طبعا عنا كمان ضيف شرف اللي هو ابو الزغلول. هلا كزين. كلكم عم تطلبوا ابو الزغلول، جبنا ابو الزغلول. يسعد دينكم. اذا كفولهم لو سمحت. زغلول، شو عملت بوقت فراغك هاي الفترة اللي اختفيت فيها عنا؟ تعلمت انجليزي. شاركنا كلمة قوية يعني بدك تشاركها للمتابعين. Every cloud has a silver lining. Well, ولعت. عارف شو معناها بالعربي؟ شو معناته بالعربي اخوي؟ لعله خير. اوف. ول هاي كلها لعله خير. يعني شو العربي اسهل من الانجليزي يعني. يلا نبدا. يلا. Let's go. مش عارف ذكي اللعبة، بس لازم نرسم والباقي يحزر. واحد يرسم والباقي بيحزر. فانا اول واحد حيرسم، اوكي؟ ممنوع احكي شو اللي ايش اللي برسمه. يلا ابو الرب. واضحة وصريحة. اوكي. اخوان انا ماليش على الكيبورد هذا، بعرفش العب عليه. استنى عرفته. يا اخوان شدوا حيلكم. ايوه محمد نبيل جافا. ليتس جو. يا اخوان هاي انا مش قا الشبه. يا اخوان هاي. اوكي. ايش قلب حلب؟ زغلول زغلول زغلول، بتقدر تعملها زغلول. اشي بتاكل اشي هي. انا هي واحد قاعد بوكل. ها هيك زغلول بفهم اكثر بعد. خلاص كتبت دراك. كتبكم دراك. خاخ مش دراك. ركز زغلول، هاي لعبتك. اوكي ركز معي. اول شيء اعمل الشاشه سوداء. هاد زلمه تمام. حلو ماش. حلو. شو ماله هالزلمه يا ماش؟ هذا الزلمه واضح انه بيعاني. لا اخوي، هذا الزلمه لابس قصه. اوف. ويت انا والله لا انا عرفت شو هي. ها مش صعب يعني، بنلبسه مراتاً الناس بلبسوه. أيوه قول. مثلاً برمضان مثلاً. يس غششنا أحمد. إيش هي؟ طب السهم لشو يعني؟ هذا ثوب. زغلول دارك ترسم. ولعت. ركزوا معي كثير منيح. يا اخوي احنا يا جماعه اوكي في عالم مقسوم لنصين. اوه. عالم بني ادمين. اوكي. لا مش بني ادم اخوي. مو بني ادم. اوكي. ليش قاعد تعاني؟ ايشك راسه؟ نفترض انه اسمه شادي. شادي. اوكي. تمام. شادي عادي ماشي. الوقت قاعد بخلص يا زغلول. مين ممكن يهاجم شادي؟ لا لص. لا مش بني ادم ممكن ياكله. ايش زما؟ ايش اشي ممكن ياكله؟ بالعالم الافتراضي في احنا قسمين. ايش بني ادمين وايش ايوه غير الحيوانات. الحيوان ايش الدبل مينينج تبعه؟ ايش دبل مينينج؟ زغلول ايش المرادف تبع الحيوان؟ ايش المرادف؟ وحش. كيف جبتها يا الله. ايش زغلول انا مش فاهم انت شو عم تعمل زغلول. ليه رسم سمكة؟ يا زلمه ما بعرفش الكيبورد. كيبورد ما بعرفش عليه انا. على فكره واضحه. كيف جابوها الشباب؟ نبيل انت نبيل اذا عرفت الجابه لا تحكيها. صح 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 صح. لا نبيل كان بيشجعني بيقول لي وحش. حصل يلا يا حموده.
كثير سهلة. ول ايش هاي؟ اوف اوف دخول قوي. يلا 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 اسرع واحد حرفيا. اسمع ها. طيب شو ضل؟ يس. اوه ماي جاد. يلا بالرب. يلا احمد. والله يعني هلا الاشي اللي حيصير انفجار. هسا هو اشي بعيش على الشجره عشان اعطيكم جوا هون. كيف شكله؟ زي هيك. كيف شكله؟ هيك. ليش؟ والله مصيبه انه زغلول اللي عرفها. لا زغلول. اوكي دقيقة ضايل بس طه. ايوه ديلا جايز. والله الكل نار اخوان. انا ما راح احكي. اوكي ارسم ورجينا ابداعك يا ماش. جبتها. واضحة وصريحة ماش. واضحة وصريحة. مجنون اخوي. مجنون رسم. مش طبيعي. الله. والله انا سهلة. والله انا سهلة كثير. والله اسطورة ماش. اسطورة. حبيبي اخوي حبيبي. صلوا على النبي. تتذكروا شادي؟ شادي. رجعنا لشادي. ماله طالع الزلمة. اوكي. طلع ايده زغلول. على فكرة عارف ليش رافع ايده هيك؟ ايش؟ مبسوط. طالع هو ابنه سعيد. ليش عنده ايد اطول من ايد اثنين؟ هو ابنه. الشغلة بالوراثة شكله. لا تتنمر عليهم. تمام؟ وين راحوا؟ ايوه. راحوا. لا استنى هون. استنى اتخيل انه هذا اشي ازرق. ايش الازرق؟ مي. زغلول ايش الاشي؟ مي. زغلول انت بتضيع نص الوقت وانت بتحكي هذا بني ادم يا زلمة. من الاخر قاعد الزلمة. ايش فيهم؟ دقيقة. لا يا زغلول شو عم تعمل يا زلمة؟ احكي الاشي. الاشي هاد بيحمي من الشمس. اوكي. لا ايشي بيحمي من الشمس اللي ولد وابنه يعني مش عارف اربط الاحداث انا. هيو. جبتها يا غبي. كنت تقدر ترسمها بثانية. ما انا لازم اجيب لك اياها بقصة عشان تفهم. ايه مظل. طب شو دخل يا زلم الولد وابنه؟ ما طالعين يصيفوا يا زغلول. ما رسمت الشمس حتى. يا الله زغلول. طيب اوكي سهله بصراحه. بدهاش شيء. لا بيضه. اوه ايش هذا؟ يس. اوه ليتس جو اخوان. الواد بيعرف يرسم. والله طلع مبدع. والله مبدع يا اخي. اسمع تحفه فنيه الصراحه. هيك راح بوصل فكره زغلول هيك. ولا ركزوا معي شباب. اوكي. هذا الاشي هيك بيكون عنده هيك اشياء. اوكي. هيك مرات بيطير مش دائما. اخوي لو انا بدي اتاكد. طلع شكلها كيف تخاف الله يا زلمه. شكرا على السهم. قرف اشي مقرف.
اوكي انا عارف انك عرفت من الرسمه احمد مش من ال ولا لها دخل الرسمه ولا لها دخل اخوي واضحه تطلع هذا سو بتعرف لو انه جد هيك لو هيك شكله كان احنا حياتنا رعب شو هذا يا زلمه اعطيني اي هنت ثاني اشي مقرف زغلول تلقيه بالحمام ذبابه اقرف من الذباب ايوه صح والله مكتب صرصور مستعدين يا جايز مستعدين انا طبعا برسم بابداع لاني انا عندي جرافيكس تابلت انا بعتبر هذا غش الصراحه ليه يا حبيبي عشان انا بعرفش ارسم وعندي بس ماوس حتى بدون ماوس بتعرف ترسم دقيقه انا بدي احاول استوعب الرسمه هاي شجرة ميتة؟ ايش هذا؟ اخوان ركزوا ايزي ليتس جو شو هي؟ شو ايش فيه؟ ايش والله كثير تشبهها يعني بالنسبه الحقيقي عادي لا كثير كويسه يعني ماشي حالها صراحه ايش بياكلها الانسان لا يا الله يا الله زغلول هذا الاشي بيكون يعني بتلقوه بالبراري قويه هاي البراري بالبراري قلت لي كون هيك اوكي هيك يعني معقول ايش زغلول كيف يعني كيف ابداع اللغه العربيه ماي جيم كيف اخوان بكون لا توقف رسم يا غبي خلصت اخوي كمل اخوي كيف شو خلصت ايش كان اسمها اكثر من هيك بصراحه عبث يا اخوان يعني اذا زغلول عرفها شو هذا زغلول ولا انا اول واحد عرفته بدك فيه قاعد ايش اكتب ايوه وحش طه انا كنت بنت عمها الاسم العربي الفصيح الاسم العربي الفصيح انا مش عارف شو اسمها يا زلمه اوكي جبتها طلع ابو الروم كاتب السنين صح يا الله شو اللي غبي جاهزين يا اخوان يا ساتر شادي لا انسى شادي لا بالله عليك سيبنا من شادي طب عشان ما تزعلوا شادي راح ينام يا الله خلص نام شادي اوكي راح نام شادي وين عايش؟ وين زغلول؟ بالزو بالغابة بالزو في هون تمام؟ انسوا هاي ما لها علاقة بس في حيوان ايش هاي ما لها علاقة انا ضعت يلا يا زلمة انجز تمام؟ له اربع اجرين يلا اي حيوان عنده اربع اجرين كلهم عندهم اربع اجرين ايو اتوقع عرفتوه شادي بتطلع عليها هيك لفوق دقيقة اوكي انا بعرف زرافة بس ما بعرف مش لاقي بعرف الاحرف مش لاقيها يا اخوان بس اهم شيء انه رسم انه شادي نايم هي كانت اهم نقطة صراحة انا كثير عرفت الرسمة منها اوكي شوي صعبة بالرسم بس ححاول اجيبها سهلة خضرة كيوي ايش بكون هي؟ استنى هي معناته انثى حصل ايوه دقيقة بحس بكفي هيك خلص اي سامحني بس الرسمة بتخزي بصراحة اوكي لا واضحة اوكي والله كفو محمد كفو على السريع هجوم قوي بصراحة اوكي
شوفوا شوفوا الشباب هذا الاشي احنا منحبه تمام كثير، عنده زي الصرصور اوكي زي هيك فيه وزي هيك احنا منحبه وممكن يكون اشي زي هيك سهل. احمد كتب شوكولاته. ايش هاد كذب ايش اشي احنا بنحبه اشي احنا هاد تاع ايام زمان اخوي مش مش هسه شد حيلك باللغة العربي اشي استنى ايوه هاي كفو كفو ايوه طب ليه رسبت الفيديو تبع قبل 300 سنه ليه انا هيك بحب الاشياء القديمه اخوي مش عشاني بعرفش ارسم يلا بالرب ابهرنا واو او ماي جاد عم ترسمها من اول من خلق الايش خلق الاشي ولا شو هذا ايش هاد لا برتقالي شو اللي هو انت فاهم عرفت اوكي ليتس جو ايزي هو شوي معاق الصراحه بس واضح يعني ايش هذا؟ تخيل شادي كان بالبراري والله جبته طب كان حكيت لي شادي صحيح ما خطر على بالي انه شادي اوكي اخوان هات شادي بعد اذن زغلول بدي اصل شادي بسمح لك تفضل شكرا لك هاي رجلين شادي تمام أوف. شادي حاط على رجلي ايش جربات سوكس سوكس حتى مخططة يا اخوان والله اني سفاح باللغة العربية يا زلمة ايش هذا؟ الله القلوب عند بعض يا ابو المش اخوي انا وياك لازم نعمل قناة بس نلعب هاي اللعبة نعم صحيح يا اخي خلاص والله تعبت مش عارف كتبتها بكل اللهجات ضعفاء طلع تفاهة طلع كيف؟ يا الله جوارب يا الله كتبناها بكل طريقة شوف يا اخوان طلع احنا وين اوكي احنا في ظلمة يا ساتر أوه. يا ساتر هاي بدي اعيشكم اجواء رعب تمام فجأة بظهر هذا الاشي تمام بطلع لك منه ايش دقيقة لحظة ايش اسمه اللوكس بس احذر مين اللي ماسكه شادي اكيد ايوه وحشه بالرب بس هو يعني شوف اخوي يعني هو مش نفس الاشي اللي عملته انت عملت اشي ثاني ما له دخل يعني شادي هسه حامل RPG اخوي يعني هو كبير اللي معه عشان يضوي كل الدنيا اوكي يلا طه يا الله لا حول ولا قوة الا بالله اوكي شباب اوكي ركزوا معاي على هاي الحركة روح هذا الاشي هيك بكون شكله في موسم هيك ما بعرف شو هذا بني ادم شو هذا اشي زاكي ايش هذا دقيقة هو لونه غلط شوي ايش شوي ايش يعني شوي لا برضو مش هذا اللون يمكن لا ما عرفت دقيقة نحط لكم لون شوي اقرب ايش
انت ابعد اشي على اللون. هذا 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 اللون تقريبا. لا مش كلها. زوجوب وربي نفاشل بالرسم. ايش هذا الزفت اللي عامله؟ طب احكي لي قصة، احكي لي قصة. اوكي اذا اعطيك قصة تمام. شايف شادي؟ اه بحب هذا الاشي. واو واحد الله بالله عليك. لا والله جد. اه اسمع 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 بعطيك هاي الحركة كمان. اه ايوه زي هيك. هاي ايش؟ ايش ايش زي هيك. هاي ثلج. آه هيك هيك. دقيقة هي هيك تمام. بطلع منها اشياء زي هيك. اسم شو هذا؟ ترتبط بهذا الاشي. وات شو اللي طلع؟ اوكي 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 ركز معاي ركز معاي كثير واضحة يا زفت. ايش هي؟ هيك شكلها هيك هيك هيك. الله يخزيك. بطاطا بطاطا ولا كرش بطاطا بعلبة. انت خبي. الله يلعن. لون اصفر. مخك فيا بطاطا. جرين سكرين. اوكي هذا كيف اسمه بالعربي؟ استنى ايش اسمه بالعربي؟ جد ناسي. سريع. ليتس جو. ايزي ايزي شباب والله. يا اخوان والله كنت عارف بس ما بعرف اسمه بالعربي. يا اخوان يا اخوان انا ابن لندن. انا ابن لندن. لا سلطعون. موصل شو دخل سلطعون؟ شو دخل سلطعون؟ شو اسمه؟ هو شبك على سبونج بوب. يا الله والله بعرفه. كتبت سريع كتبت سريع. حصل حلزون. يا الله بقول حلزون والسلطعون ولاد عمي يعني بفرقوش. ولاد عمي شو دخل؟ شوف يا اخوان شوف يا اخوان هل شفتوا الاشي اللي رسمه ابو الرب؟ ابن عمه ابن عمه ابن عمه. خلص لا ترسم لا ترسم. ماشي لا لا ارسم ارسم اخوي. يا اخي ايش دقيقة لا ترسم لازم. هيها لا مش هاي هيك وعنده ماشي. فش داعي ترسم لنا اياه وهو بخرب. لا هو هو بالبحر. ايش كان اسمه؟ اسمه غريب. جلي كتب. ما له وجه ما له وجه. تفتيش. اوكي اوكي عرفت اسمه عرفت اسمه. والله رايح اسمه من راسي. رايح انا كمان انا كمان مش عارف. بكهرب بكهرب عرفته. ايوه 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 قنديل. يا الله يا الله والله حرام ما نعرف قنديل. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا شاكر شو بده يعمل هالمرة؟ لا شادي مالك. معليش ما انا اسف انا اسف. صحي من النوم. اوكي تمام. شادي متعود كل يوم صبح شو يعمل؟ شو يعمل؟ يلعب يلعب تمام. هي الكرة كرة. اوكي اوكي شكرا شكرا. لا اسمع الكرة قد راسه. ايش هذا؟ جبتها جبتها يس. كيف؟ هاي هيك لحظة لحظة عشان ايش؟ ايش؟ دقيقة دقيقة هيك هيك. لا 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 دقيقة دقيقة لا استنى استنى. يلا زغلول. ليه عم بقلب ابيض؟ اسود يا زغلول يا زغلول. ارسم. لا حول ولا قوة الا بالله يا زلمة. يا زلمة انت افشل مني بالرسم. تتخيل تخيل انت لوين وصلت. شباب 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 هاي شوي صعبة. ماشي مش علي يا حبيبي مش علي يابا. هسا شوفوا هون هون في هذا الاشي.
بحر هيك زي هيك. ايوه يعني عليه. شو بيمشي عليه؟ فيش اشي بيمشي عليه، في اشي بنزل عليه. زي هيك. دقيقة اورجيك هيك، وتطلع الفن. طلع زي هيك زي هيك. شو هاد يا زلمه؟ ايش هاد؟ هيك هيك. انت غبي يا ولد. لا اها، كيف هيك زبطت معك؟ لا لا هي واضحه اخوي، ركز. لا ابدا مش واضحه. زي انت يا استك زلمه. طه طه اقسم بالله اسمع اجي برفصك. ايش هاد يا زلمه؟ ولك بتحكي انا جبتها صح والله دوم. انت بتحكي انك اشطر مني بالرسم انت حمار. اقسم بالله لما تعرف الجواب، لما تعرف الجواب حتروح تضربوه، كلكم حتقوموا تضربوه. انا حروح اضربه من غير ما اعرف. يا زلمه شو هذا يا زلمه؟ استنى استنى اسهل لك اياها شوي، اسهل لك اياها شوي. يا ريت. طلع زي هيك زي هيك. يا زلمه ايش اللي بينزل على البحر زي هيك؟ يخرب بيتك يخرب بيتك يخرب بيتك. هذا الاشي اللي هون تمام؟ سريع 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 هذا الاشي. يا حيوان يا حيوان يا حيوان. فزت فزت. طه خرب السكور تبعي، كنت الاول. جماعه اذا بدكم كان جزء من هالفيديو اكتبونا في تعليق عشان يكونوا اعزاء. شوفوا فيديو وحوش.